مسألة وهي ده أصل المرتزقة الكلام. والميليشيات، هل ستكون عملية إقناع ولا عملية قوة بالقوة؟ لأنه إحنا بنتكلم عن التدخلات أجنبية أستاذ خالد، عن ميليشيات بقالهم سنين، سنوات وسنوات في الداخل الليبي، ومرتزقة مدعومة بقوة خارجية. نعم، هذه القوى الخارجية من يستطيع أن يقنعها بترك البلاد؟ من يستطيع أن يترك أن يقنع الأتراك والمرتزقة السوريين بترك هذه الغنيمة التي استولوا عليها في غرب البلاد؟ لو ثم تسمح لي بعد أسأل ذلك حضرتك في نقطة أخرى، بعتذر عن المقاطعة. 21 يوم اختيار الحقائب الوزارية ومن ثم التصديق عليها من قبل البرلمان، السؤال هنا هل يمكن تمرير هذه الحكومة الجديدة برأيك؟ نتمنى ذلك، لأن تدبير هذه الحكومة سيحتاج إلى 42 يوم، 21 يوم لاختيار الحكومة و21 يوم للتصويت عليها في مجلس النواب، وإن لم يجتمع مجلس النواب للتصويت عليها ستمرر إلى لجنة ال 75 كي تقر هذه الحكومة. عودة للمنتدى مرة أخرى. نعم. فالبعثة الأممية ستحيل هذه الحكومة للجنة الحوار التي ستقرر اعتمادها، وبالتالي المسألة ليست في الاعتماد، المسألة ما هو موقف الدول الداعمة، ما هو موقف الأمم المتحدة من دعم هذه الحكومة لتطبيق مقررات لجنة 5 مقابل 5 التي أقرت في مصر برحيل كل القوات الأجنبية، بفتح المعابر وبتفكيك الميليشيات. هل تستطيع أن تنجز هذا الإنجاز؟ نتكلم بعد ذلك الذهاب إلى انتخابات عامة في 2012 2021، وإلا ستمطق المسألة وتؤجل وتسوق مستدا، لأن الأهم في كل ذلك هو تطبيق ما وصل إليه العسكريون 5 مقابل 5 برحيل كافة القوات الأجنبية بتفكيك الميليشيات. إن لم نستطع فعل ذلك لا يمكن بأي من الأحوال الحديث عن الانتخابات. ما الذي تحتاجونه لرحيل كل القوات الأجنبية أستاذ خالد؟ هل أنتم محتاجين دعم دولي في هذا التوقيت؟ وهل هذه خطوة على الطريق لدعم أو حشد دولي بشكل أكبر لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية وبالفعل محاربة الميليشيات الموجودة على الأرض؟ لأن الميليشيات مش هتخرج بإقناع أعتقد. لا أعتقد أن في إمكانية أن تقنع من استفاد طيلة السنوات الماضية بالسلاح في السيطرة على المناصب السيادية والسيطرة على الأموال وعلى مقدرات الليبيين وعلى ثروة الليبيين أن يترك كل ذلك بالسهل، ولكن هل يمكن دعم بالفعل القوات المسلحة العربية الليبية للاطلاع بدورها دعم أممي ودعم دولي برفع حظر السلاح عليها وبدعمها لتأمين البلاد وتأمين الحدود وبالتالي تأمين التجربة الديمقراطية؟ يكفي أن القوات المسلحة أعلنت أنها ستؤمن هذه الحكومة وستؤمن هذه القرارات للشعب الليبي، لأن لا يمكن أن تتدخل في إرادة الشعب الليبي بما اختاره، ولكنها ستؤمن ذلك. فهل سيعطى الدور الحقيقي للقوات المسلحة أم عند الإخوان القادرين على التسلل كما يتسلل الماء من خلال الأعشاب؟